وأنا أقول الإخوة هناك لصوص في شهر رمضان، لصوص يسرقون صيامك، يسرقون أجورك وحسناتك. هذه الشاشة إلا إذا كانت هناك برامج دينية نافعة نعم تشاهدها، هذا طيب، أو قرآن أو صلاة. وهذا الموبايل، يعني ما الذي يضرك إذا أقفلت النت في شهر رمضان؟ قلت خلاص ما أريد لا واتساب ولا تويتر ولا نت ولا شيء، إلا إذا كان شيء نافع، نعم دروس نافعة تسمعها، نعم أجرب. وما تفتح الموبايل إلا على المصحف وخلاص، بدل أن تقلب والأخبار وقيل وقال ويرسل لك هذا مقطع وهذا مقطع، أشوف نفسك راحت عنك ساعات وأنت ما فعلت شيئاً.